وغرزتنا النهاردة خاصة بمجانين الموضة نوعا ما، لأن هي ملهاش استخدام معانا شوية، ولكنها بتصلح تكون وش البلوفر أو كوفية كده ليها أطراف مجنونة. يعني هتشوفوا وهتحكموا بنفسكم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. رمضان كريم وغرزة جديدة. غرزتنا النهاردة اسمها غرزة العراوي. غرزة العراوي هي اسمها كده، لان هي فعليا شبه فعلا العروة بتاعت الزرار. طيب اسمها ايه بالانجلش؟ ده الاسم بتاعها اللي اتمنى اكون بنطقه صح. الغرزة اسمها غرزة العراوي او البطن هول ستيتش، البطن هول ستيتش زي ما تحبوا تسموها بقى سموها، هي اسمها كده بالفعل بطن هول ستيتش. غرزة جميلة وهي ماشية على أعداد، المرة دي مش ماشية عشوائي. الأعداد مش في البداية، ولكن أثناء الشغل ما احنا بنعمل الغرزة هتكون في شوية أعداد إن شاء الله مش هتتلخبطوا منها، هي سهلة جدا وبسيطة قوي. الغرزة فيها شوية فتحات كتيرة وكتير قوي بتكون منفرة لبعض الناس، ولكن هي فعليا فاشون قوي وتقدروا تعملوها بشكل بسيط قوي، وهي بتليق في الخيوط الجانجا، الخيوط الملونة الفقعة كده بتطلع معاهم حلوة جدا. او استخدمي خيط غامق زي الاسود هتطلع تحفة. هعمل 26 سلسلة. كل حاجة على الابرة زي ما انتم شايفين، ظهر السلسلة اهو. برتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض، وده صف البداية في الكروشيه التونسي، تقدروا تلاقوه في صندوق الوصف هو ومجموعة أصفف تانية، هتستفيدوا منها جدا في دروس تعليم التونسي، تعرفوا كل حاجة عن الأدوات والكروشيه التونسي بالتفصيل. هنشتغل أول صف غرزة بسيطة، الغرزة البسيطة من الغرز السهلة، طرف السلسلة وبسحب وأخلي معايا طرف السلسلة اهو من ورا، مش بيكون طرف السلسلة مشغول اهو، وبسحب وارتفع سلسلة. وزي ما انتم شايفين اول صفين بس غرزة بسيطة. في حاجة بقى لازم تعرفوها، ان غرزتنا بتتكون عن طريق السحب زي غرز تانية اشتغلناها اثناء السلسلة دي، فهي برضو بتتكون عن طريق سحب الغرز. اول غرز هشتغلهم عادي اللي هم اول اربع غرز من الجوانب، مش عايزة ادخلهم في الموضوع ده خالص، بعدين بقى ركزوا معايا. هسحب واطلع من 8 غرز، 2 3 4 5 6 7 8. بصوا الشكل بقى عامل ازاي، على طول الغرزة اندمجت. طلعنا من 8، دلوقتي هنروح فين؟ شايفين السلسلة دي والكمة دي، هندخل فيهم كده هما الاتنين ونسحب. خلاص على كده؟ لا، هنعمل 1 2 3 4 تمام، ونرجع ناخد دي مع دي مع دي. تمام، بعدين نشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، دول بيكونوا سحب، وبعدين نسحب 8 مع بعض، 2 3 7 8. نعمل ايه بعدها؟ ايوه ادي، شايفين ادي السلسلة اللي بتكون هي دمجت خلاص التمانية مع بعض، العمود ده اهو والكمة دي. تمام، اسحب واعمل 1 2 3 4، وبعدين ايوه اخد دي ودي ودي سحبة واحدة اهو. زي ما انتم شايفين شكل الغرزة بتاعتي بقى عامل ازاي، على فكرة بدأت على طول تبرز وتكون باينة معايا. بعدين هاخد غرزة بسيطة
ونيجي على الفراغ. الفراغ بقى نعمل فيه ايه؟ هنشتغل فيه 7 غرز كده واسحب. طبعا مش هينفع ادخل تاني واسحب لان مفيش، لازم اعمل ايه بقى؟ اعمل ارتفاع سلسلة. كل غرزة ادخل فيها اعمل ارتفاع سلسلة. 2 3 4 5 6 وادي 7. تمام. طبعا كده ال7 غرز بتاعتي بقوا موجودين على الابره. وبعدين اروح اكمل الغرزه البسيطه اللي هي ما بين كل فتحه عروه والتانية. اهو اوكي. بعدين اعمل ايه هنا؟ ايوه ادي 1 2 3 4. بصوا بدخل في الفراغ واسحب وبعدين اروح مرتفعة سلسلة كده 5 6 وادي 7. اوكي. بعدين باخد اطراف السلسلة. تمام. بالشكل ده اهو. وارتفع سلسلة. لازم لما نيجي نعد دلوقتي نلاقيهم 26 واحدة. 3 6 9 10 13 16 19 20 وادي 3 و6. وبعدين بسحب كل 2 مع بعض. ايه ده؟ يعني احنا مش هنعمل نفس الطريقة في الصف ده؟ لا، من المفروض ان احنا دايما نفصل باصفف ايا يكن بقى قد ايه الاصفف دي، انتي ومزاجك، ولكن من المفروض ان احنا نفصل باصفف من الاصفف البسيطة او غرزة البسيطة وبعدين نبتدي نكمل الغرزة بتاعتنا. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين على طول الغرزه بدات تبرز وفعلا عامله زي العروه اهو، يعني تقدروا تدخلوا فيها الزرار زي لو انتم عايزين. بصوا شكلها انيق ازاي. ارتفع سلسله. ودلوقتي هشتغل معاكم الغرزه مره تانية. ازاي بقى؟ من المفروض ان انا ما اعملهاش على طول فوقيها، على الاقل يكون في ورب، يعني ما يكونش الفتحات كلها فوق بعضها كده بشكل متناسق، زي حكاية غرزة الريش، زي حكاية غرزة البابلز، كلهم نفس الطريقة. لما بنعملها بشكل متناسق قوي يكون بايخة قوي، فمن الافضل دايما ان احنا نعمل حركة في الغرزة بتاعتنا. بمعنى ان دلوقتي هسحب 10 كده 2 3 4 5 6. تمام. بصوا بسحب كل 2 مع بعض اهو، دي ودي. 8 9 10. لو ملاحظين رحت فين؟ ايوه رحت على الفراغ اللي هنا ما بينهم. تمام. هشتغل طبعا واحده بس وبعد كده اشتغل برضو صفين وارجع بعدين اعمل نفس الطريقه مره تانية. فاهمني؟ فدلوقتي اسحب كام؟ 8 2 4 6 8. سحبتهم مره واحده كده زي ما انتم شايفين. ولما بنيجي نسحب 8 بنروح زي ما انتم شايفين الغرزه اللي بتنضم معاهم اهي، الغرزه على طول العمود اللي قبلها ده. تمام. وطرف السلسلة واسحب الاثنين وبعدين برتفع 1 2 3 4. وبعدين بعمل ايه؟ ايوه بدمج دي ودي ودي مع بعض اهو. تمام. وبعدين كل 2 مع بعض. بعدين على طول طرف السلسلة بعمل غرزة بسيطة في كل الغرز اللي عيني هتشوفها اهو زي ما انتم شايفين طرف السلسلة بس كده. بسحب واخلي معايا على الابرة. وقت ما اوصل لهنا بعمل كام غرزة؟ بعمل 7 غرز. بدخل واطلع ارتفع سلسلة. 2
تلاتة بستكمل الغرز البسيطة اللي موجودة معي. لما نيجي نعد لازم يطلعوا 26 غرزة زي ما بدأنا ب26 غرزة، بدأنا ب30 غرزة يطلعوا 30 غرزة وهكذا لحد ما نخلص، شايفين؟ وبعدين اعمل ايه؟ برضو اشتغل صفين غرزة بسيطة وابتدي بالغرزة بتاعتي. وزي ما انتم شايفين اشتغلت كمان صفين، والغرزة على فكرة بتضم بالطريقة دي عادي جدا، متقلقوش منها. ودلوقتي هنرجع لنفس الخطة، كنا بنسيب اربعة ونشتغل بعد كده عروة ونسيب اربعة ونرجع نشتغل عروة وهكذا. دلوقتي انا هسيب تلاتة على اساس ان انا بس حابة اعمل ايه شكل كده، وبعدين تمانية اهو، تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وبعدين نروح هنا نسحب، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبعدين نطلع من دي ودي ودي، تمام. بعدين ادي اتنين اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، طرفين السلسلة، وبعد كده اربع سلاسل، وبعدين اسحب واطلع من دي ودي ودي، وبعدين دول، تمام. واول حاجة في صف السحب اهو، بعدين طرف السلسلة وارتفع سلسلة، طرف تلاتة طرف، ادخل واسحب واروح مرتفع سلسلة كده، ايه اربعة كده، خمسة ستة، وادي السبعة، واطراف السلسلة الثلاثة الباقيين، تمام. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. زي ما انتم شايفين الغرزة على طول متكونة معايا. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان هشتغل اتنين صف غرزة بسيطة، وكده الغرزة بتاعتي تكون خلصت، ونقفلها على طول مع بعض. شايفين اطراف السلسلة وبسحب. لازم اعمل الحركة دي على اساس تديني مدى، ما ينفعش يكون بس هي كده وفوقيها على طول اقفل الغرزة، لا لازم اسيب مدى ولو بسيط. وبسحب كل اتنين مع بعض. اقفل الغرزة فبطرف السلسلة كده اسحب واعمل منزلقة بس كده، اهو بس كده، مفيش اي حاجة. الغرزة البسيطة من اسهل الغرز اللي ممكن تشتغليها وتعملي بيها شغل، تطلع معاكي حلوة جدا، فبصراحة مفيش غنى عنها، وموجودة في غرز كتيرة في الكروشيه التونسي وتقدري تتعلميها لوحدها كده. الوصف منهم السلسلة اللي احنا شغالين فيها حاليا، شايفين طرف السلسلة بسحب واعمل منزلقة. الغرزة دي شوية ملهاش يعني شكل محدد، ولذلك لما بتيجي تتعمل بتتعمل تبعا للمقاس اللي انت عايزاه مش بس عدد، تمام. زي ما انتم شايفين الغرزة بتاعتي شكلها كويس جدا. بكده غرزتنا النهاردة تكون خلصت، غرزة سهلة وحلوة قوي، وهي فعليا زي ما قلت لكم ما زلت عند قراري، هي لمجانين الموضة نوعا ما، مش للناس العادية. يعني مفيش واحدة هتحب ان هي تعملها في فستان مثلا بنوتة او كده، ولكن من حقكم ان انتم تعرفوها. غرزة حلوة قوي ولذيذة، وتصلح اكتر في الحاجات الجانجا، الناس اللي بتحب الخروم في الجاكيت او في البلوفر، بتحب تعمل منظر كده يكون مطرقع، الغرزة دي تصلح لكم جدا. زي ما انتم شايفين غرزة البوتن هول ستيتش او غرزة العراوي، غرزة سهلة جميلة. اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة. كده نكون خلصنا النهاردة. لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. رمضان كريم، مع السلامة، باي. رمضان كريم، اتمنى تكونوا حادثة حادثة.